دلوقتي بقى اللي بيمتنع عن ده كتير جدا. احنا كنا بنلاقي الكيسز دي للستات او للبنات وبالتحديد في الصعيد، هو لا لا كله موجود فعلا ما بي يعني في ناس ما يسلموش الانثى ميراثها. الامتناع عن تسليم الميراث الصعيد اللي انتوا بتشتكوا منه هم متفقين على كده، يعني قليل بدأوا دلوقتي قليل قوي يعترضوا، انما هم بطبيعه الكالتشر بتاعتهم هم شايفين ان العم اولى وان الاخ صح، يعني دي ثقافه عندهم. فاحنا بس حاطين الصعيد، لا تعالي هنا احنا يعني كم، لا انا بدي كمثال يعني بالمسلسلات يعني الصعيد بس عشان الفكره ان هم بيحافظوا على الارض وما تطلعش من العم وتتجوز اخوه لما يموت، يعني دي ثقافتهم. انما احنا هنا عندنا من غير صعيد من غير حاجه ما بيسلموش عن تسليم الميراث بال ده له عقوبه؟ له عقوبه 6 شهور و20,000 غرامه، وانا شايفه انها غير رادعه، و100,000 حد يعني أقصى. حتى لو الميراث ده ملايين لو الميراث ياخد 6 شهور ويدفع 20,000، ولما تتكرر ياخد سنة. طب أنا لو أنا معايا ملايين هاخد السنة وأدفع ال100,000 ومش هسلم طبعا، يعني هي عقوبة غير رادعة بالنسبة لي. طب أغرب كيس عدت على حضرتك؟ لا لا كله ده أنت بصي ادينا نموذج كده يقشعر تقشعر له الأبدان. كلها أسوأ شيء. أنت بتتكلمي في إن أخ بينفي نسب أخوه. للدرجه دي يشكك في نسب اخوه؟ حب المال اللي ربنا نهي عنه هنا ده الدي ان ايه بيحل المواضيع دي. خشي بقى في موضوع الدي ان ايه والشهاده يعني متاهه. بس انت بتتكلمي على اخلاقيات. في ناس بتقول بتنكر نسب اخوها، في ناس بتطلع بتطلب تشريح الجثه وتقول لك اصل الزوجه قتلته ومرمطه واتبهدل، وفي يعني حالات حقيقي فجأة انك تقعدي تشوفي بيتخانقوا على مال المتوفي عشان يمنعوا الصغير او الام او الزوجة او الاخ ان هم ياخدوا. طب استاذة دينا عايزة بس ارجع للمجلس الحزبي والصغير، هما بيحددوا مصاريف الصغير اللي هتطلع من الميراث بشكل مستمر شهري مثلا على حسب أساس إيه؟ انت الاب قبل ما يتوفى مثلا مدخل مدرسة انترناشونال، فالمجلس ملتزم اذا كانت الامكانيات تسمح هيطلع مصاريف المدرسه الانترناشونال. الداخل مدرسه كليه خاصه هيدخل، في حاله ما تسمحش امكانياته في كده فهيطلع في حدود الامكانيات الماليه اللي موجوده. الوضع الاجتماعي بيقول ان عايزه اجيب عربيه هيطلع لها ما يفيد العربيه، في وضع اجتماعي هيقول لها لا ده انت كده هتضيعي فلوس الصغير كلها في عربيه، المجلس يرفض. والمجلس مكمل معانا لغايه لغايه 21 سنه. لغايه 21 ممكن سنه ممكن تقولي المسكن بتاع الصغير المسكن لا يليق قايل للسقوط، عايز توضيبات يديها على قدر التوضيبات اللي تعيش الصغير في وضع محترم. فيديها توضب البيت، بس عايز اجيب شقه هيديها تجيب شقه، بس هيرجع الشقه للمجلس وما تتصرفش فيها. بتدفع مصاريف المدرسه الجامعه وتجيب ايصال ودعلها في البنك وتسحب، لكن مش ممكن يقولها المدرسه دي غاليه ما توديهوش. على حسب الوضع. على حسب الوضع ايه يعني، لكن ما يغيرش حال ممكن طبعا، لانه انا افرضي بعد الوفاه الحاله الماديه هتنزل اثرت ما فيش دخل، كان بيشتغل وبطل يشتغل، هو بيصرف من اللي موجود بالظبط. هو طب معلش اللي بنتها اللي هي الوريثه هي وبنتها بتسال حضرتك مره تانية، كلمت تاني عايزه تعرف هل ممكن يخرجوهم من البيت ولا البنت لغايه لما تتم 15 سنه 20 سنه 21 سنه؟ لا البنت ما هو انا برضو مش عارفه هي ما قالتش تفاصيل يا دينا. تفاصيل لا مش قايله تفاصيل، قالت البيت على الاقل البيت ده هي في فترة الحضانة. لا الحضانة ده قانون تاني مش هتخرج بيه من لغاية الحضانة ما تخلص. مش هتخرج لغاية الحضانة. كحضنة. خلصت الحضانة دخلنا في التملك والملكية والميراث. قصة تانية. ما كان كتب لك الشقة يعني وخلاص. لا ده موضوع تاني. موضوع ثالث. وريحك من وجع القلب ده. هي دي الفكرة بقى، ان هو يكتب لها حاجة أو يبيع أو يشتري أو لبنته مش ليها حتى. حتى لبنته صح؟ لبنته. احنا بنعمل في بعض الحالات حاجة اسمها حق انتفاع ورقبة. اللي هي الملكية لمين والانتفاع مدى الحياة للأم. حضرتك بتنصحي بده؟
ما هو برضو على ايه اني كيس يعني دلوقتي لو اب عنده اخوات كتير وبابا ومامته عايشين وهو مش عايز نزاع على الشقه بتحصل انه مثلا امه مش عايز تتبهدل بعد ما تموت او ان اخواتها يطردوها او مرات انتفاع ورقبة يعني انه الملكية لشخص والانتفاع لوالدتي مدى الحياة. لغاية ما تتوفى ما تقدرش تتصرف فيها ما تبيعش يعني الملكية للزوجة مثلا بس حق الانتفاع عشان الزوجة ما تطردش امه بعد ما تموت بعد ما يموت فبيخلي امه هي اللي منتفعه بالسكن جميل. مدى حياتها كل كيس هتلاقيها ملهاش ثوابت ايوه هي قصه كبيره ومعقده هي حياه انسانيه واخلاقيات فهتلاقي هنا بيتصرف والبني ادمين الحقيقه يعني بشريه بقت ما تتخيل نزلت في الحضيض للانسان للاسف